لقد كان خروج الحسين عليه السلام مكتوبا، وقعودهم بعده مكتوبا، وهم أدرى الناس وأعرفهم بما يفعلون، مقتدين بقول الرسول صلى الله عليه وآله: فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، عليهم صلوات الله ورضوانه أجمعين. معركة يا سيدي، خذ ما شئت من الجند والحق به، ولا ترجع إلا ورأسه بيدك. الآن كل هذا الذي تقول، لماذا جئت بنا إلى هنا يا صخر؟ لم يفت الفوت بعد يا إخوتي، أترك الخيار لكم الآن، من أراد القتال فهو قريب، ومن أراد الابتعاد فليلحق بي. وعاصم، أبلغه ما سمعتم وأقول له ما قلت لكم. إلهي لا يرد
غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عذابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك. فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد. حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد فقال: من جعل الإنسان ذكرا أو أنثى إلا من خلقه متناسلا، ومن خلقه متناسلا إلا من خلقه مؤملا، ومن خلقه مؤملا ومن أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملا، ومن خلقه عاملا إلا من خلقه محتاجا، ومن خلقه محتاجا إلا من توكل بتقويمه، ومن خصه بالفهم إلا من أوجب الجزاء، ومن وهب الحيلة إلا من ملكه الحول، ومن ملكه الحول إلا من ألزمه الحجة، ومن يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من يبلغ مدى شكره. حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال: القبيح من كل أحد قبيح، فكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، وما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما من أحد من الأولين والآخرين إلا ويحتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. حدثنا الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قائلا: إن أحسن العفو ما كان عن مقدرة، وأحسن الفعل الكف عن القبيح، وأحسن الحياء استحياؤك من نفسك، وأحسن شيء الورع، وأحسن العدل نصرة المظلوم، وأحسن العلم ما كان مع العمل، وأحسن القول السداد، وأحسن الكرم الإيثار، وأحسن اللباس الورع، وأحسن المروءة الود. أتعبت؟ وهل يتعب من هو بصحبتك؟ أتجاملني يا فتى؟ ليت القادمات من الأيام لا تفرقنا، عندها ستعرف إن كنت صادقا معك أو لا. أنت أغلى من العين والروح يا عاصم. حقا؟ حماك الله يا أخي، حماك الله. لو كان أخويك على قيد الحياة، أما كان يجب أن يصلا إلينا ويعودا كبقية الرجال، أم أنهما يعودان وهما حيين وستفرحين بهما عما قريب. وما أدراك، هل سمعت شيئا أم أنك أصبحت منجمة؟ لا هذا ولا ذاك يا أم هاشم، لكنه حدس خديجة وقلبها دليلها، فقد رأت حلما مفرحا جعله الله خيرا، جعله الله خيرا.
يا أبا تميم، إن الكرماني عازم على قتلك، وقد أمنه الخراساني وعقد حلفا بينهما، وما أظنك إلا هالكا. ائتني بقرطاس وحبر واكتب للكرماني ما أمليه عليك. أما بعد، أسألك الرجوع عما عزمت عليه، ووفني حيث أنا لنختار رجلا يرضاه الجميع. أرسل في الحال من يوصله إليه. اللهم يا عالم الخفيات ويا راحم العبرات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرضين والسماوات، يا من لا تتشابه عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا فيها من عتقائك وطلقائك من النار، والفائزين بجنتك، الناجين برحمتك، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وسلم تسليما. هذا كتاب من نصر بن السيار، يدعوني فيه لملاقاته لنجتنب القتال وسفك الدماء. سنعزل كلانا ونختار رجلا من ربيعة ترضونه أنتم ويرضونه هم، فما رأيكم؟ إن لم يكن في الأمر خدعة أو سوء نوايا، فنعم الرأي رأي ابن السيار، فكفانا قتالا ودماء وضغائن وثارات بين أبناء القبائل. أبلغ أبا تميم أني موافيه في الحال دون إبطاء. هيا. اختر 300 من خيرة رجالنا، وذهب الساعة إلى الوادي بين كور خراسان ومعسكر الكرماني، واكمل له هناك، وحين عودته هاجموه بغتة واقتله، وعد إلي بالبشارة. لا تواجه، فإن واجهته غلبك. خذه غدرا قبل أن ينتبه إلى سيفك، وإلا سبقك سيفه إلى عنقك. زوجتي العزيزة، لطالما قرأت في عينيك سؤالا منعك أدبك وحسن تبعولك من إبدائه لي، فكانت عينك تسألني من أنت؟ وما هو نسبك؟ ومن هم أهلك؟ اعلمي يا عزيزتي أن أجداد سكين هم أشرف الناس، فهم من العترة الطاهرة المظلومة التي شردها الظالمون. واعلمي أن أبي هو هاشم الحداد ابن علي بن جعفر، ويمتد نسبه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وزوجته البتول، جمعنا الله وإياكم معهم يوم الورود، ومحل سكناهم مدينة رسول الله حارة الأشراف، فاسألي عنهم تهتدي لهم. ولئن كنت يا عزيزتي قد تركت لك ولسكينة إرثا، تركت صكوكه مع أخي زهير، فإني أرجو أن ترث مني قلبي الذي ينبض ويقول
رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وأبنائه المعصومين أئمة. عاصم في دار أخيك، فليحفظ الله الدار وأهلها. سأعيد لكم الطعام. استرح يا أخي استرح. حدثنا جعفر بن محمد عليه السلام قائلا: إن لله حرما هو مكة، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما هو المدينة، وإن لأمير المؤمنين علي عليه السلام حرما هو الكوفة، وإن لنا حرما هو بلدة قم، وفيها ستدفن امرأة من أولادي تسمى فاطمة بنت موسى، فمن زارها وجبت له الجنة. لماذا فعلت هذا بي؟ كنت ذاهبا لأدافع عن قضية كبرى، فإما أن أستشهد دونها أو أعود حيا، والموت حق على كل المخلوقات يا هند، لذلك كتبت لك ما كنت تسألين عنه بإلحاح، وهانا عدت حيا والحمد لله. ما هي أخباركم أثناء غيابي؟ لا شيء سوى أن طلحه قد قتل وأكلته الذئاب. تقولين قتل؟ كيف وأين ومن قتله؟ يقولون إن خادمه جوهر قتله وسرق ماله وتركه للذئاب. لولا أن طلحه كان سارقا وقاتلا لما قتل وسرق ماله. إن الله يمهل ولا يهمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يراك يحسبك حدادا منذ سنوات؟ ولست ابنة هاشم الحداد؟ وإلى متى سنبقى هنا مع الحديد والنار ورائحة الفحم؟ من هنا في صفك يتعطرن ويلبسن وينتظرن الأزواج؟ أما أنا فلا أفكر كما تفكرين، لكن لا بأس، عندما يعود أخي عاصم سأوكل له هذه المهمة وسأجالسك وأجالس جدتي. لعمري لقد كانت ربيعة ظافرت عدوي بغدر حين خابت جدودها، وقد غمزوا مني قناة صليبة شديدا على من رامها الكسر عودها، وكنت لها حصنا وكهفا وجنة يؤول إلي كهلها ووليدها، فمالوا إلى السوءات ثم تعذروا، وهل يفعل السوءات إلا مريدها؟ فأوردت كرمانيها الموت عنوة، كذاك منايا الناس يدنو بعيدها. مولاي، ما بك؟ ما بك تلهث؟ ماذا برأك؟ قد قتل أبو عون أكثر من 80 رجلا من أبناء مروان بن الحكم وهو في طريقه إلى قصر الخلافة، ومن معنا من الجند منهكون ومتعبون ولا نستطيع رده يا أمير المؤمنين، فما الذي ستفعله لتحفظ نفسك وأهلك؟
أغادر تحت جنح الظلام، فاستعدوا لذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد سيدك إسماعيل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما وراءك أيها الرجل؟ سيدي مروان بن محمد يبلغك أن توافيه حيث هو لاستشارتك في أمره. يستشيرني؟ وأين هو الآن؟ تركته في حران حين جئت إليك. هيئوا لنا زادا ورواحلة لندركه قبل رحيله من حران. لابد أن الأمر خطير. يا بنيتي يا حلوة، رحمك الله. قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت. وماذا عن المتكلف يا سيدي؟ نعم، قال عليه السلام: وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فرقه بالمعصية، ويظلم من دونه بالغلبة، ويظاهر الظلمة. وما حق العالم على المتعلم يا سيدي؟ كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال، ولا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا، وخصه بالتحية دونهم، واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك، ولا تكثر من القول: قال فلان وقال فلان، خلافا لقوله، ولا تضجر بطول صحبته.
فإنما مثل العالم مثل النخلة، تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء. والعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. هند، أين عاصم؟ خرج مع زهير إلى القرية وربما ذهبا إلى الدكان. حسنا. صخر، إلى أين؟ ذكرتني بدكان الحدادة، اشتقت لرائحة الفحم والدخان وصوت المطارق على الحديد. سأذهب. يا سيدتي، هذه الأوراق هي أملاكك التي كانت أمانة عند الصخر، وقبل أن يغادر أمنني عليها، وهي كلها باسمك من جديد. تفضلي. انتهى زمن البغي والظلم، وجاء أوان إحقاق الحق. العباسيون آل البيت وأصحاب ميراث الرسول، لهذا أدعوكم لمبايعة سيدي عبد الله أبو العباس بن محمد. الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد. لم يمنع ربنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم، أن انتجب لهم أحب أنبيائه إليه وأكرمهم عليه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حومة العز مولده، وفي دومة الكرم محتده، غير مشوب حسبه ولا ممزوج نسبه، ولا مجهول عند أهل العلم صفته. بشرت به الأنبياء في كتبها، ونطقت به العلماء بنعتها، وتأملته الحكماء بوصفها. مهذب لا يدانى، هاشمي لا يوازى، أبطحي لا يسامى، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، مجبول على أوقار النبوة وأخلاقها، مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامها، إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتها، وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها، أداه محتوم قضاء الله إلى غاياتها، تبشر به كل أمة من بعدها. الحمد لله الذي أعاد إلي صخرا سالما، ومكنني من العيش لأشهد هذا اليوم الذي رأيت فيه ذلهم وانكسارهم وهزيمتهم. هؤلاء الذين قتلوا ابني حرقا وشردوا أحفادي عن عيني دهرا،
وأمعنوا في ذلي وإهانتي. اسمعوا ما سأقوله لكم ولن أطيل عليكم. لقد وليت على الكوفة، وأظنكم جميعا تعرفون من أنا ومن هم آبائي وأجدادي وما فعلناه لزوال دولة بني أمية ليؤول الحكم إلى بني العباس. وإني والله واحد من قتلة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وأنا القائل: قتلنا الفاسق المختال لما أضاع الحق واتبع الضلالة. يقول لخالد: ألا حمته بنو قحطان إن كانوا رجالا؟ فكفى رأى غداة غدت عليه كراديس يشببها الجبال. ألا أبلغ بني مروان عني بأن الملك قد أودى قزالا، وإني لمطالبكم بالبيعة لبني العباس أعمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبناء عمومته. أهلا بعودتك يا صخر. أهلا بك يا أختي. مبارك. مبارك يا عاصم. أقول لكم
كما قال جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها. الحق والحقيقة واضحتان لا لبس فيهما، وبت الآن أراه واضحا جليا أكثر من الوضوح الذي أراكم به. والأسلم أن أعود لأهل بيتي وألتحق بالإمام الصادق، فليس في هذه الدنيا من يماثله، فهو إمام الأمة في الدين والدنيا. فلما رأيت الناس في الدين قد روى تجعفرت باسم الله في من تجعفر. فلما رأيت الناس في الدين قد روى تجعفرت باسم الله في من تجعفر. وناديت باسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. وناديت باسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. نريد رفع الظلم عن الناس قبل كل شيء، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونحيي سيرة أبي عبد الله الحسين. ودنت بدين الله ما كنت دينا به، ولها لسير الناس جعفر. ودنت بدين الله ما كنت دينا به، ولها لسير الناس جعفر. مع الطيب